محمد أنيس رئيس حي الزاوية الحمراء، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طيب دكتورة عزيزة، خلينا نبدأ بحضرتك ومركز ومدينة اليوب. حضرتك لسه متولية هذا المنصب، أنا عارفة يعني بقالك تقريبا شوية. شهر ونص كده. قبلها أعتقد كن شبرا، حي شرق شبرا الخيمة. شرق شبرا الخيمة، وحضرتك الحقيقة أول سيدة أيضا تتولى هذا المنصب في مدينة اليوب. خلينا نقول كده بس، يعني أنا عارفة أن مسؤولية يعني كبيرة جدا، بس واضح أن دكتورة عزيزة أثبتت يعني الكثير من الكفاءة في رئاسة الحي شبرا الخيمة. أول بقالك شهر ونص دكتورة عزيزة، شفتي إيه في يعني حابة أن أنت تحطي أولوياتك إيه بالظبط في مركز ومدينة اليوب؟ هو أول حاجة شفنا تعديات غير عادية على الأرض الزراعية، ودي إن شاء الله جريمة دي. بدأنا فيها بقسوة وبعنف، مش علشان نعاقب حد، بس إحنا بنوجه رسالة علشان الآخر ما يبنيش. تمام. رسالة شديدة، وجهنا رسالة شديدة جدا. كنا بنجيب العمارة 4 أدوار على الأرض، تمام، علشان اللي جنبه، وبالفعل قلت جدا، النسبة انخفضت تماما، التعديات على الأرض الزراعية، وبقينا نزيل فورا. تمام، دي أول حاجة التعدي على الأراضي الزراعية. التعدي على الأرض الزراعية دي وجهنا رسالة كبيرة قوي قوي قوي. تمام، ايه تاني يا فندم؟ صدر قرار صدر قانون جديد، لكن القانون الجديد صدر بالقسوة على المزارع. هو يعني ده شيء جميل، بس كان المفروض يعملوا بديل، فمش هنتكلم في الموضوع ده. ليه مش هنتكلم في الموضوع؟ بديل زي ايه؟ خلينا نناقش المشكله يعني علشان نعرف بس بديل يعني. هو يعني دلوقتي حضرتك بتيجي تقولي انت باني هنا مخالف. انا عايز اقول ان هو الراجل ده بنى مخالف بالفعل، ودمر الارض بالفعل. هو كده اذى غيره. ما هو اذى غيره، واذى نفسه، واذى اقتصاد الدوله. تمام. لكن احنا خلاص، احنا خدنا بقى، احنا كده الارض اتدمرت، يبقى نشوف بقى نستخدمها. يبقى احنا لو استخدم، لان هي مش هتتزرع تاني، الخاصه اللي اتعملت بالمسلحات ما ينفعش الزرع خلاص. لا مستحيل طبعا. فاحنا كنا بنقول بقى اتعمل قانون 7، المفروض كان يبقى فيه بقى مواد تانية، لان احنا ما دخلنالوش حيز تاني للفلاح في الفتره اللي فاتت، ما دخلنالوش حيز. يبقى احنا طالما عملنا له القانون ده، يبقى كنا نعمل له نعدل مواد تانية. هو القانون على فكره ما ضافش حاجه، هو عدل بعض المواد. تمام. فكنا نعمل برضه نعدل بعض المواد، بحيث ان احنا يا اما نعمل له حيز عمراني عشان يبني عليه، يا اما ان احنا كنا نقول ان احنا هنغرمه غرامه معينه على المبنى اللي هو قائم، او اللي تم اتلاف التربه بتاعته الزراعيه، ويدفع غرامه ونقنن له الوضع ونسيبه يبني ونطلع له ترخيص وي 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 وي، ونحصر كل بقى الاماكن اللي بالفعل حصل عليها التعدي اللي لا تصلح للارض الزراعيه دي. ونستغلها بقى نستغلها بقى، هتدينا بقى وحدات سكنيه، هتدينا، هنقدر نرخص المصانع اللي جوه الاماكن دي، اللي جوه المخازن المبنيه دي اللي فيها عماله. ما هو اللي فيها عماله بقينا نسيبها. فاحنا حضرتك، احنا لو رخصنا الحاجات دي وقنناها، واتعمل لجنه معينه على مستوى عالي جدا كده، مثلا ولتكن تسمى مثلا لجنه لاداره المشاريع المخالفه، او لاداره المباني المخالفه، بمعنى ان احنا اللجنه دي يبقى تحتيها قيادات كبيره جدا واعيه فاهمه القوانين من الف للياء، ويستحسن تكون طالعه برضو من الاداره المحليه، ويبقى في تناسق بين جميع الوزارات، ويرقصها حد قيادي فاهم من الاداره المحليه يقدر ينظم المنظومه دي. اصل دكتور انا مشكلتي دلوقتي مش في دول بقى، انا مشكلتي في اللي جاي بعد كده. ما احنا بقول لحضرتك اهو، ما هو القانون لما طلع في قانون 7 عدل بعض المواد، قال ايه اللي هيبني على الارض الزراعيه تاني؟ في سجن وجوبي سنتين حد ادنى، وفي 10,000 جنيه، في 100,000 جنيه غرامه حد ادنى، و5 مليون جنيه حد اقصى. احنا غلظنا العقوبه وكل حاجه، لكن كان لازم بقى يبقى في مواد تانيه برضو نعدلها تاني. يعني يا ريت دي تكون، بالتالي كل المشاريع دي وكل الارض الزراعيه دي هيدخل اقتصادنا الرسمي، بدل ما هو اقتصاد خاص بنفسه كده، هو بيستهلك ومؤذي وخلاص. اقتصاد محدش اصلا اللي هو لو دخل الاقتصاد ده في اقتصادنا الرسمي، المستوى الاقتصادي بتاعنا هيتحسن جدا. ده رايي. يعني هو لا، يعني هو طبعا رايي يحترم، لان احنا دلوقتي خلاص الارض، هي انا الفكره كلها ان الارض لو تنفع تتزرع تاني يبقى ما فيش عندنا مشكله، بس حضرتك بتقولي ان الارض مستحيل تتزرع مستحيل تاني خلاص، تتزرع يعني تم التعامل معاها بالمسلح، فمش هينفع، هنسيبها كده يعني. مش هكون يعني اكيد مش هتتساب كده. فدي دي ما دي الارض الزراعيه. في بقى عندنا تاني اللي هي العشوائيات والاسواق، بنحاول دلوقتي ان شاء الله ننقلها، وبنعمل اسواق حضريه ان شاء الله.
وفي عندنا ملفات برضو أخطر، اللي هي برضو بسبب برضو المشاريع اللي بشكل عشوائي اللي بتدار في أماكن مخالفة، فيها بنضبط فيها ضبطيات خطيرة جدا من اللحوم الفاسدة ومن المصنعات الفاسدة. ويمكن لسه امبارح بالليل انا مروحة بيتي حوالي الساعة 1 بالليل ماسكين حوالي 20 طن قمر الدين متصنع من سنة 2013، وبيعيدوا تدويره حاليا بعلامات تجارية جديدة وبأماكن منتجات كبيرة جدا، من هربرة كبيرة جدا بيحط ستيكر على انه بينتج 2018 عشان يطرح في رمضان الجاي. فبرضو من ضمن برضو ان احنا برضو مش عارفين ندير الاقتصاد اللي هو غير رسمي وندخله الاقتصاد الرسمي. فاحنا لو دخلناه وعملنا لجنه زي ما قلت لحضرتك خاصه بالمشاريع الغير مقننه، نعمل لها لجنه نتدخل، هتدي لك تارجت كتير، تارجت عالي ان احنا هنوصل على كذا هدف هناخده، هيبقى في رقابه، هيبقى في دخل، هيبقى هنوفر الحملات بتاعه الهدم، هنوفر كل التكاليف. كل ده تكاليف. كل ده تكاليف. طيب انا هرجع لحضرتك تاني دكتوره عزيزه، بس في موضوع العشوائيات ده، عشان ده برضو من النقاط او الجرائم اللي موجوده دلوقتي في اماكن كتير مش بس في قليوب.